انا من احد المخالطين في هذا الجديد ديال التذكره. السيد نصب علينا نصب علينا على بالنسبه لي عندنا 8 متر انا فيرسيت 7 المليون. بقينا كنعاينوا السيد باش يدير لنا الجمع العام ولا شي حاجه نهائيا ما كاين والو فيه نهائيا. عينا بالاتصال معاه ملي كنتصلوا معاه ديما كيقبض التليفون كيهضر معنا جوج كلمات راني غادي ندير الجمع العام هاد السيمانه هاد الشهر هاد الشهرين هاد العام. كيقطع علينا دائما هكاك دائما هكاك. فتالي اتجهنا للقضاء دابا كنطلبوا من القضاء يهز لنا الحق ديالنا لان حنا ذاك المبلغ اللي كان عند الانسان اي انسان في المخالفين في هذه الولايه ما بقات عنده والو. لان الصراحه كنا الاولين الامل ديالنا هو ذاك 8 متر اي واحد ولا 120 متر عند الناس. كنطلبوا من القاضي التحقيق حقق مزيان معاه ونشوف الا كانت عنده شي ممتلكات ديالو ولا شي حاجه يحجز عليها لان حنايا راه مشينا لرحيم. من احد المخالفين ديال الولايه التزكى اللي يعني بدات البدايه ديالها في 2011 يعني حنا انخرطنا في 2012 من ذلك الوقت درنا فيرسمون ديالنا اللي هو 11 مليون في احد البنوك. في الاخير يعني في 2012 ليومنا هذا يعني ما كان لا جمع عام يعني لا اخر تطورات الولايه ما عرفناهاش حتى القانون الداخلي ديالنا يعني ما كناش عندنا عليه علم. حتى جاء احد الاخوان اللي يعني هو من ديار الخليج المقيم بالخارج كشف هذا الموضوع اللي هو عنده واحد الصله يعني مقربه لهذا المتهم هذا اللي هو حايز دابا قاضي التحقيق. يعني بقات يعني هكا الطريقه بقات كتواصل حتى وصلنا حنا الخبر هبطنا المهم عند الشرطه قدمنا حنا الشكايه ديالنا ويعني تفاجئنا في الاخير باللي يعني كاع داك الوعود ديالو يعني الاتصال اللي كنا كنتصلوا معاه يعني بالامر يعني كان كيراوغنا بواحد الطريقه فنيه يعني بحال اللي يعني كما حنا صافي تفاجئنا حتى انهيار كان واحد انهيار نفسي يعني واحد انهيار يعني الفلوس كيفاش يعني حنا حطيناها وكنا كنتظروا واحد يعني واحد الوعود ديالو اللي كان وعدنا بها. في الاخير تفاجئنا باللي هذا الانسان هذا يعني ما داكشي كاع اللي قالنا في الاول وكاع اللي صرحنا به لا شيء ابنه يذكر. طلبوا من هاد الناس حنا ضحيه هذه البنت ديالي ديناها دفعنا مقدار نتاع 11 مليون تاع الفلوس وقالت الارض راه كاينه وكل شيء موجود وانتم كونوا هاني من هذا الشيء هذا. فعلا دفعنا هذا الشيء البنت ديالي دفعت هذا الشيء ديالها وفطرنا هذا الشيء وبقينا كنمشيو كنعاينو كنستنظرو كل ما كنمشيو عند الكتيبه كنستنظرو هذا الشيء كتقول لك راه كل شيء غادي يكون موجود. فعلا دابا حنا ضحايا بزاف وكنطلبوا من القضاء يعاونونا شويه. انا كنت كنخدم سيدي غير في الخبز وجمع ديك الريالات بالكشايف وعطيتهم ودابا والو خصنا نبينو لي غير حقنا وعطيونا فلوسنا 11 مليون حطيتها في خطره ودابا خص يعطينا حقنا وحنا كنضلو غير كنسلو كنجريو الفلوس والو. انا من احد الضحايا ديال ودادية التزكى اللي انخرطت فيها في 2011 دخلت في البلان ديال 120 متر فعطيت 8 ديال المليون قدت تسدي 3 ديال المليون. كنتظروا امتى غادي يبداو في هاد القطعه كيقول لك هاد النهار غادي رحنا قرابين رحنا كنجريو رحنا هادي شي حاجه ما شفناها. والحاجه الوحيده اللي تتصل بينا عليها هي انه خصم الفلوس هما مازال ما دايرين حتى شي حاجه وخصم الفلوس ودابا بغينا نعرفوا رزقنا فين مشى. الرصيد ما فيه حتى حاجه الرزق ديالنا فين مشى. بغينا القضاء ينصفنا في هاد القضيه هادي ويدير يعني اقصنا في الجهه ديالو باش يردنا الرزق ديالنا حتى حنا. حتى حنا راه غير كنسلفوها من هنا ومن هنا وكنتقطعوا فيها ونتقاتلوا فيها وبالريال باش كنجمعوها ولحد الان 8 مليون انا راه ماشي شاري. ولولا ان بعض المحسنين اللي وقفوني راه كنت غادي نصدم حتى في الثلاثه الاخرى كنت غادي نمشي ندعك 11 وكنطلبوا من الله ينتقم منها ونطلبوا من القضاء ينصفنا.